بسم الله الحي القيوم الرحمن الرحيم. سلام. سأتحدث اليوم عن الرسالة الربانية وراء قصة مريم وابنها يسوع. بداية علينا نتذكر أن المصادر التاريخية حتى المصادر الكنسية منها ليس هناك أي مصدر يؤكد أو ينفي هل كانت مريم هي عذراء فعلا عندما حصل يعني حصل الحمل بيسوع، أو هي كانت يعني أحصنت فرجها عندما كان زوجها مسافرا أو في مكان آخر لمدة طويلة، يعني لم يكن موجودا على مدى أكثر من عام قبل حصول الحمل. وفي الحالتين الرسالة واحدة، يعني الرسالة هي أن الله لا يحبذ أن تفرح الناس بهذه الحياة الدنيا، ولا يريد يعني للناس التكاثر على حساب الهدف الأساسي من وجودها، يعني أن لا تغفل عن الهدف الأساسي من وجودها في هذه الحياة الفانية، لأنه لا يريدنا أن نتعذب أكثر، لا يريدنا أن نعيش هذه الحياة المليئة بالصعاب وما إلى ذلك. بداية إذا أخذنا يعني كما قلت، إذا كانت مريم عذراء عندما حصلت حالة الحمل، أو كانت يعني وفية لزوجها رغم بعده عنها فترة طويلة لم تقابل فيها رجلا آخر. علينا أن نفهم بداية أن أننا هنا لأن يعني الأصل آدم وحواء ارتكبوا يعني خرقوا ثقة الله بهم، ولهذا يعني بدل أن نكون في حياة خالدة مع رب العالمين بجوار رب العالمين، أصبحنا في هذه الحياة الفانية نتعرض لاختبار ثقة، هل نحن أهل للثقة لنعود إلى دار الخلود دار رب العالمين أم لا. هذا هو الاختبار الذي نمر به في هذه الحياة الدنيا، وللأسف العديد من الناس يفرحون بالحياة الدنيا ويفرحون رغم أن الله يعني بدأ الإنسان في أحسن تقويم، كان عمر الإنسان الأول 1000 وأكثر سنة، ويعني مع مرور الوقت الله رده أسفل السافلين، يعني من ناحية كل شيء سواء بالخلقة بالقوة الجسدية سواء بالعمر، يعني صرنا من بعد ما كنا نعيش 1000 سنة هلأ بنعيش 10، يعني هلأ يعني اللي بيوصل للمية بيكون كتير منيح. إذا هذا الموضوع كله رب العالمين أقره من شان يحصر الناس، يعني تخيلوا أنتوا لو إنه نحن الواحد منا هلأ بيعيش 1000 سنة كان راح، يعني ما فكر بشيء حول الخلق ولا فكر بشيء ولا همه، بده يعيش يومه بيومه يعني، وشوف في وقت طويل يعني الجماعة ما حيفكروا ولا حيشحذوا تفكيرهم من شان يفكروا بعملية الخلق، يفكروا بكيفية الرجوع لرب العالمين، عرفت كيف؟ فمن شان هيك كان سبب تخفيض أحد أسباب تخفيض عمر الإنسان، وللأسف برغم إنه هلأ صار 100 سنة وفي ناس كتير عم بتموت بعمر الشباب سواء بحادث سيارات أو بأمراض أو ما إلى ذلك، بعد الناس حتى يعني لو الواحد بتقولوا له يعني هلأ مثل ما احنا شايفين سنة من الكورونا فيروس والعالم عم تتظاهر بدها ترجع تبيع وتشتري وتعيش حياتها اللي كانت عيشتها قبل ما بلش الكوفيد، يعني الناس بعدها مش عم بتفكر بالرجعة لرب العالمين على دار الخلود، يعني نظرهم معمي قلوبهم معمية ومحدودين لدرجة انه ما عم بيقدروا يستوعبوا انه شو الهدف والغرض من وجودهم بهذه الحياة. مشان هيك إذا كان المسيح هو ذاته قال من أحب من يحب أمه وأبوه وأولاده أكثر مني ليس مني،
وبالقرآن في كذا آية بتقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة وما إلى ذلك. يعني الهدف من هذا من هذه الحياة الدنيا هو يعني التعلم وكسب مزيد من الحكمة والخبرات لكي نستحق استعادة الثقة التي فقدها فيها يعني في جنسنا ربنا منذ آدم وحواء، منذ ما حصل معه. إذا نحن أعطينا أنفس خالدة إنما بصورة مؤقتة لكي يعني يتم اختبارنا هل نحن أهل للحصول أو لاقتناء هذه النفس أم لا. مشان هيك بيقال الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون، والناس يلي هن مؤمنين واللي هن عم بيعملوا المطلوب منهم وعم بيشتغلوا لحياة الآخرة هيحصلوا لها. هلأ الله شو بده يعمل باللي مقصر أو هذا هو بيصبر فيه، أنا ما عندي تفاصيل عنه شو هو مخبالهم بعدين. يعني أنا ما بحب أعطي تأكيد بوجود نار فعلي وما إلى ذلك، ولكن هذا الأمر بين إيدين رب العالمين. نرجع لموضوع يسوع ومريم. مثل ما قلت الرسالة الأولى هي أن المرأة لا يجب أن يعني يستحسن أن لا تنجب في هذه الدنيا، ومن أجل هذا بارك الله مريم واصطفاها على نساء العالمين ومنحها طفلا ربانيا بامتياز ليكون آية ومثالا للعالمين. إذا ولادة يسوع كانت بمثابة آية للعالمين بأن المرأة التي تحفظ فرجها والتي يعني تسير وفق يعني ما يريده رب العالمين الله يباركها بولد مبارك. هذه هي الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية فكما قلت المشكلة أن منذ وقت آدم وحواء الله يريدنا أن نعود إلى داره وأن يعني نستغل وقتنا في كسب ما يمكن كسبه من خبرات وحكمة وعلم وما إلى ذلك، ويعني القيام بالعمل الصالح والتواصل معه بطريقة صادقة. لأن يعني مقولة الثالوث يعني للأسف هم يستخدموها بشكل مغلوط، الأب والابن والروح القدس، لأن العلاقة بين الله ومخلوقاته ليست بهذا القرب. يعني الله لا يريد في عالمه أناس مدمرون، أناس مجرمين، أناس قتلة، أناس لصوص، أناس دنيون نفس وما إلى ذلك. كل هذه الأمور يعني لا يجب أن يعني كل ما يحصل معنا هنا على في هذه الحياة الدنيا من اختبارات هي لتمييز الصالح من الطالح ولمعرفة من هو الذي يستحق دار الخلود. يعني لو بده الله بمجرد ما خدعوه أو كذبوه آدم وحواء حصل أنه طردهم من الجنة ومن دار الخلود وأصبحوا في هذه الدنيا. والله خصص للمرأة صعوبة شديدة وعذاب شديد في عملية الولادة لسبب، ولا يمكن أن تلد ولدا لمدة 9 أشهر وما إلى ذلك قبل 9 أشهر، وهذا الهدف منه تخفيض أكبر يعني أكبر تخفيض ممكن لعدد الولادات، وأيضا لكي لا تنجب المرأة مرارا وتكرارا. إذا علينا أن نفهم هذه الرسائل التي يعني أراد الله بها أن يعني الناس تفهم ما المراد من قصة مريم ويسوع. هذه الرسالة الأولى أظن أني أوضحتها بالشكل الكافي، أن الله لا يريد الناس أن تتوالد وأن تفرح بالحياة الدنيا. أما الرسالة الثانية فهي أن يوم عم بتركز مظبوط. الرسالة الثانية هي أن الله يريد
يعني إعادة أو تسوية تصفية الحساب مع الجنس المؤنث، يعني مع الأنثى، لأن ما قامت به حواء في الجنة أغضب الله منها، وكانت هي أيضا يعني خلقت من ضلع آدم. ما يريد الله أيضا من قصة مريم ويسوع هو أنه خلق للمرة الأولى الرجل من ضلع المرأة، يعني من مرأة بدون عملية إنجاب، يعني مع تزاوج بين رجل وامرأة. إذا مثلما في البداية خلق المرأة من الرجل، في قصة يسوع ومريم خلق الرجل من المرأة بدون عملية يعني تناسل آتيتي. إذا هاتان هما الرسالتان التي أراد منهما رب العالمين إعطائنا آيات واضحة عن رغبته وتذكيرنا بالمراد منا في هذه الحياة الدنيا. إذا علينا أن نفهم كما قلت أن يسوع ليس قصة يسوع ليست هي القصة الوحيدة في يعني في تاريخ الإنسانية. هناك العديد من القصص المشابهة قبل، حصلت قبل وبعد. فالله عندما يريد أن يعطي ولدا مباركا يعطيه، حتى لو كانت المرأة في حالة عقم أو الرجل في حالة عقم أو لم تحصل عملية يعني تزاوج مثل حالة مريم وما إلى ذلك. إذا الأمثلة كثيرة، والله يريد من يسوع كمثال عن الشخص الذي يباركه الله بالروح القدس. وهذا يعني أنه بمجرد ما يرسل إلى أي منا الله الروح القدس، يعني أنه لم يعد ينطق عن الهوى، لم يعد ينطق بأشياء خارج الحكمة، لم يعد يعني يرتكب أخطاء، مش ليس معصوما تماما عن الخطأ، إنما لا يرتكب الأخطاء التي ممكن أن يقع فيها أي شخص عادي، يعني كالسرقة والقتل هذه الأمور. يعني كل الأمور يقوم بدرجة حكمة عالية جدا، وكل الأمور تتضح أمامه بشكل واضح، سواء هنا متعلقة بهذه الدنيا أو بالآخرة. إذا هذه هاتان هما الرسالتان اللتين أراد الله إيصالهما إلينا من خلال قصة مريم وابنها يسوع. فأتمنى أن يعني حتى لو إخوان مسيحيين عم بيستمعوا لهذا الفيديو، يعني يبلشوا يعني فعلا يفكروا أنه الثالوث هو خالق المخلوق الروح القدس، وليس هو أب ابن الروح القدس، لأن الله بإمكانه أن يخلصنا، ليس بحاجة لإرسال ابن ولا بحاجة ليكون له ولد وما إلى ذلك لكي يقوم بإنقاذنا، إنما المراد من حياتنا هو ابتلاؤنا لمعرفة أينا أحسن عمله. يعني مين الناس اللي بتروح على غلط وبترجع تتعلم وتصحح أمورها، ومين الناس اللي بتضل ماشي بالغلط، مين الناس اللي خرج الله يوثق فيها ويرجع يعطيها نفس أبدية، ومش مين الناس اللي خسرت أنفسها. هذا هو الاختبار بهذه الحياة الدنيا، وهذا هو هذه هي مثل ما ذكرت الرسائل التي أراد من خلالها إيجاد ناس مباركين مثل مريم ويسوع. إذن يسوع هو أقرب إنسان إلى الله من ناحية السلوك والكمال الإنساني، ولكنه ليس الله. الله هو خالق كل شيء، الله بإمكانه حتى لو كان يعني لو سمح ليسوع عبر الروح القدس بقيام ببعض المعجزات، لكن لا حدود لقدرات الله وللمعجزات التي يمكنه تحقيقها. والخير دليل على ذلك عملية الصلب، سواء تمت أو ما تمت، لا يمكن يعني لأحد أن يصلب الله، لا أحد يمكنه أن يقيد الله، لا أحد يمكنه أن
يعني يسيطر أو يتسلط على الله. الله هو صاحب القوة، صاحب العزة جميعا، هو مسيطر على كل شيء، هو يرى كل شيء، هو القيم على كل شيء، هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، وما إلى ذلك. وكما قلت، هو يعني قدم لنا في مريم ويسوع مثالا عن المرأة والرجل عندما يقومان بما أراده الله منهما أن يقوما به. وعندما نتواصل بقلبنا وعقلنا بصدق، الله يبعث لنا الروح القدس لتكون معنا تماما، وعندها لا يعني لا نعد طمع طعم الموت، لأن مكاننا في الأبدية إلى جانب الله يكون قد حجز. فطوبى لمن يقدر على استقطاب الروح القدس، وهذا لا يتم إلا بالتوجه خلال صلواتنا بقلب وعقل صادقين بعيدين عن الأنانية، فقط الرغبة صادقة بال يعني بالشكر والامتنان والرغبة في جوار رب العالمين، وطبعا السؤال عن الحكمة ومزيد من العلم بما ينفع، وليس لأسباب أنانية أو لأسباب مادية. هذا كل شيء. لا أدري إذا الصوت جيد لأن الكاميرا ليست الكاميرا الاعتيادية. آمل أن لمن يريد أيضا أن يفهم أكثر هذا الموضوع أن يعود إلى الفيديو الذي تكلم فيه عن حقيقة الديانة المسيحية، لأني أعطيت يعني كل شيء بالتفصيل دون إخفاء أي شيء. إنما أقوم بهذه الفيديوهات الآن للتذكير، لأن من واجبي التذكير، لأن الله طلب إلي ذلك، والحمد لله أيدني بالروح القدس. أعلم أن أناس ما زالوا لا يصدقوني مما كانوا يعرفوني يعني سابقا، ولكن بحمد الله وبعونه أنا أتنبأ الآن بأمور تحصل حول العالم. وهناك يعني من معارف الأجانب من يأخذ كلامي على محمل الجد، لأنهم بدأوا يرون بأعينهم أن كل ما أقوله يحدث. أما للأسف من أعرفهم في العالم العربي ما زالوا يغمضون عينيهم ولا يريدون على التصديق إلا بالأموات. فأتمنى الهداية للجميع، وسلام.